المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي كان في ضيافه اون تايم سبورتس، سئل عن هذه البطوله، نشوف رده. لقب بطل القارات، هل طلبتوا ان تحطوها تيشيرت؟ ما حصلش، ما حصلش اصلا. مين يعني الناس بتختلق حاجه وبتصدقها وبتبتدي تتكلم فيها، ده السوشيال ميديا. دي من ضمن السوشيال ميديا طالما دي مش بطوله. رايك؟ فدي من ضمن الحاجات اللي مش مظبوطه خالص، والاهلي ما لم يخاطب ولن يخاطب حاجه زي دي. اللقب ده فاتكم، خلي بالك انا عايز اقول حاجه، ده في اربع تروفيز في البطوله دي. ايوه عارف، يعني اربع كاسات تتويجات. هل المكافئات دي خلاص حطيتوها بتاعت البطوله دي؟ كابتن محمد رمضان حطها، ومع كابتن محمود الخطيب. ارقام كبيره، ارقام كويسه، لان كنا محتاجين، او كابتن محمد رمضان وكابتن خطيب فكرهم ان هم عايز يدي دفعه للعيبه والجهاز. طيب لما ناس تناقش ان الاهلي طلب من الفيفا انه يسوق اللوجو ويسوق ويحط على فانيلته والفيفا رفض، ده جهل ولا تدليس؟ جهل حسب لا هو تدليس يقبله الجاهل. ايوه تدليس، اللي مش عارف هيقول لك شفت بقى ده الفيفا رد له مصعصعين ورفض، طلع قال لك ما حصلش ومش هيحصل لان احنا مستنيين، يمكن احنا كل خطوه يمكن ربنا يكرمنا وناخد لقب اعلى منه. لكن حقيقه الامر انك خدت كاس مرحله، هذه مرحله لها كاسات، يعني لو هي ملهاش قيمه او ملهاش تصنيف ما كانش اداك كاس، كان استنى للاخر زي بطوله كاس القارات بتاعه الامم، ما بتاخدش على كل ماتش كاس، تاخده على التايتل النهائي، لكن هو شايف ان دي تستحق ان تخلد فبيديها كاس، يبقى لها تصنيف. طيب اللي قاله المهندس خالد مرتجي ده على فكره يا جماعه بيوضح ازمه بتحصل، انه الناس تطلع اشاعه وتبني عليها اراء وتفضل المساله تتفاعل وتتعمل نصبه وحكايه، والاهلي في الاصل ما طلبش وما قالش وما عملش، لكن يتحكي فيها كتير قوي. هتلاقي مثلا هقول لك على حاجه، وانا بس يا استاذ ابراهيم والنبي لا عايز اسميها اشاعه ولا تدعي وضع عشان توصل لنتيجه، هذا هو التدليس.